يو، السلام عليكم، معكم اندرويد المغربي. اليوم غادي نشوف واحد الانترو بسيط مبتدئ في كامتازيا. يعني تقدر تبدلها كامتازيا. كنتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا زر لايك للفيديو اللي عجبكم. هذا هو الفيديو اللي غادي نعدل عليه. يعني غادي تلقاو الفيديو في الديسكريبشن خاوي، يعني بحال هكا في والو. شو الكامبازيا، نجيبو هاد الفيديو هذا. شو الكامبازيا، كما كتشوفوا انا راني بعدا عدلت بعدا عليه. هذا هنا، هذا درت فيه اللوغو ودرت فيه الاسم. المهم شوف نديرو بلاي. غادي يكون فيديو تقيل. المهم غادي نوريكم كيفاش ديرو. غادي تشدو اللوغو بحال هاكا و تجيبو هاكا و تحطو هنا. غادي ترجعو للاخر ملي يبدا يبان لكم هاد الدويرة هادي اللي بدات تكبر. كدير ستوب و نقولو نشدو هادا هنا بحال هاكا بتكبر ولا يعني كنتظر من اللي نشوفو هذيك الكارو غادي يمشي. ها هو كما كتشوفو داك الكارو غير مشى، انا غير تقطعت هنا كذلك. عاوتاني غير ملي يبغي يبدا يتفتح داك الكارو باش تكتب السميه خصك تكون تعاود تاني دير هنايا تقطع على هادي دير ادوت هاك. غادي تخرج لي هنايا واحد كتب هاي اللي مرا عندي هنايا هاديها. مجرد ما كتحل هاديك كتكتب هنايا الكتبة. عاوتاني ملي كتبغي تبلح انت ما كتشوفوها هنايا، راه تدريجية ماشي كتمشي تدريجية. باش تعدل على داك التدريج هنايا، باش دير بزاف باش دير شوية. هذا هو الدرس ديالنا اليوم. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وغادي نشوفو من بعد انتروات احترافية بسوني فيجاس ولا بافتر افكت ان شاء الله.